رسم الواجهة الزجاجية نلاحظ أنها تتكون من جزئين، فنقوم بإنشاء لاير. اللاير الأولى مسماه فريم، حيث نقوم فيها برسم بوردرز لهذه الفريمات عن طريق رسم مستطيلين داخلي وخارجي، ونقوم باختيارها عن طريق اختيار كامل الأجزاء، ومن ثم ضغط على Alt لاستثناء الخلفية والضغط على Alt Q، ثم نختار واحد من هذه الريكتانجلز ونحاول أن لا نختار كليهما. اختيار واحد منهم نقوم بالذهاب إلى Modify اختيار Edit SP-Line، ومن ثم الضغط على بوتن Attach الموجود في أعلى القائمة، ثم نقوم بتفعيل أمر Extrude واختيار الارتفاع 0.1 Tools and Isolation. لإعادة العملية نختار Rectangle ونختار Rectangle آخر، كما يمكن رسم الريكتانجل الداخلي من عمر Outline أيضا كما فعلنا في الووتر فيتشر. نختار كامل الأجزاء Alt نستثني الأطراف الخارجية Alt Q، ثم نختار واحد منهم Edit SP Line Attach نختار في الداخل، وأيضا نفعل Extrude وهكذا Tools and Isolation. لملأها هذه الفريمات بالزجاج نقوم ب عمل لاير جديدة باسم Glass، نضغط على Rectangle، نرسم Rectangle Extrude 0.02، وأيضا نقوم بملء Rectangle الثاني Extrude 0.02.